ورجعنا لكم مرة تانية في آخر فقرة لينا معاكم في البرنامج، والفقرة دي هنتكلم فيها عن الجمال والشياكة والإطلالة المبهرة. الفقرة اللي غنى لها الهضبة قدام مرايتها. معانا النهاردة خبيرة التجميل مي مقلد، أهلا بيك يا مي. ومعانا المودلز بوسي، أهلا بيكم منورنا. بنورك مرسي. ربنا يخليكي. أنا عارف إن أنت كنت عايزة تعملي حاجة جديدة النهاردة في الحلقة، كنت عايزة تعملي ميك أب سريع كده للبنات، وضح لهم أساسيات الميك أب إزاي تتعمل بطريقة سهلة وبسيطة. ففرجينا بقى النهارده هتعملي ايه وقولي لنا كده. تمام، احنا النهارده معانا بوسي، يعني بنوته شبه البنات كلها محجبه بالظبط. النهارده طبعا بمناسبه يعني ان احنا كل خروجاتنا تقريبا الصبح بالظبط، ودلوقتي يعني لو واحده عايزه تنزل مشوار او تعمل حاجه، فانا قلت اعمل لكم ميك اب بسيط وسهل وسريع اي بنت تقدر تعمله في البيت وهي نازله الصبح، سواء للجامعه ان شاء الله لما يبقى في جامعه بالظبط وللشغل والكلام ده. ان شاء الله الامور هتتحسن وهتفتح تاني وهيبقى في نزول يا رب. انا عارف ان الفتره دي كلها تقريبا معظم المناسبات كلها بالنهار، سواء خطوبه سواء فرح كلها بالنهار. مظبوط. فنبدا كده مع بعض. احنا اوريدي عاملين بيز يعني عشان وقت البرنامج برضو، فانا قلت اظبط لكم بس يعني نعمل الرتوش اللي احنا هنعملها بالضبط. كل بنت اول حاجه فاونديشن، هتستخدم اي فاونديشن يبقى مناسب لنوع بشرتها. لو بشره دهنيه هنستخدم فاونديشن يبقى خالي من الزيوت، ولو بشره جافه يبقى فاونديشن في يعني البيز بتاعه يبقى اويلي شويه. هو طبعا في فرق بين الميك اب اللي بيتحط بالنهار وبين الليلي والنهاري. طبعا تمام. لازم ان احنا النهار بيبقى الوان اخف بس تثبيت اكتر، الليل للعكس الوان اتقل بس التثبيت، يعني ما بنبقاش عاملين يعني طبعا كله بيتثبت بس الصبح عايزين تثبيت اكتر. بالظبط، لان في عامل الحراره وعامل وخصوصا كمان احنا في الصيف يعني. بالظبط، احنا دلوقتي حطينا الفاونديشن اوكي، هنبتدي بس نبلند كل حاجه مع بعض. تمام، طبقه خفيفه جدا، ما نحطش كتير عشان كتير ده بعد شويه هتلاقي نفسك الميك اب ساح وكانك ما عملتيش اي حاجه. وبنبتدي نزود باودر في المناطق اللي بتعرق، اللي هي تحت العين. تمام، المناطق بتاعه الضحكه. تمام، ولو معلومه كويسه ان في مناطق اكتر يعني بتعرق بسرعه اكتر طبعا، والجبهه والانف. وممكن نعمل كده على الخد شويه بحيث ان احنا ايه نعمل اويل كنترول على المسامات. اوكي، هنيجي بعد ما عملنا ده ممكن نعمل كده بالبدارة كلها. هنمشي على البشرة كلها بس طبقة خفيفة خالص، وبنصح البنات كلها يعني لو انت مش مضطرة تحطي ميك اب ما تحطيش، احسن ليكي ولبشرتك. ممكن نعمل شويه كونتور بسيط النوز مثلا، يعني انت معنى كلامك ان الميك اب الكتير بتعمل البشره طبعا يعني. طبعا طبعا، وخصوصا في الشمس وما تعرض للشمس. يعني الافضل ليا او للبنت العاديه اللي ما وراهاش مثلا مشوار مهم، ما وراهاش مثلا خطوبه صاحبتها مناسبه يعني اجتماع مهم مثلا الصبح في الشغل في حاجه زي كده، يعني يفضل ان هي تحط يعني حاجه طبقه حمايه للبشره اللي هي بتبقى السان سكرين او السان بلوك، وده بيبقى فيه ليه الوان، يعني السان بلوك احيانا بيبقى ليه الوان. تمام، ممكن نحط ايلاينر بسيط، شوف شكل العين عامل ازاي. وانت مفتحه عينك بسيطه، حاجه بسيطه جدا. ايلاينر هو اللي هيظهر لك الرموش بتاعتك. طبعا هدردش معاك شويه وانت شغاله كده. طبعا جالنا سؤال على الصفحه برضو عندنا، ايه اللي يخلي الميك اب يكون ثابت وما يسحش، يعني ايه الحاجات اللي تنصحي بيها؟ اهم حاجه ان احنا نكون عاملين برايمر، حاطين برايمر كويس للبشره، دي اول حاجه. طبعا بيختلف النوع، يعني لازم مثلا عشان توصل لنتيجه كويسه تختار نوع كويس. طبعا طبعا، مش لازم الغلو، يعني الموضوع مش موضوع غلو، موضوع حاجه كويسه. حتى في الدراج ستور في حاجات بتبقى كويسه وممتازه، اسالي بس، يعني انت حتى لو بعتي لي على الصفحه وسالتيني مفيش مشكله خالص هرد عليك. بس طبعا احنا دلوقتي ما ينفعش نقول عشان ايه، ما ينفعش نقول اسماء. تمام تمام،
برضو في ظل ظروف كورونا والفيروس والكلام ده تقريبا كلها الافراح بالنهار، تنصحيهم في نصايح معينه للعرايس؟ العرايس العروسه بقى غير البنوته اللي خارجه، العروسه دي عايزه تبقى عروسه وعايزه الميك اب بتاعها يبقى ظاهر وثابت وكل حاجه. اهم حاجه للعروسه ان انت اختاري ميك اب ارتست تبقى ثقه، لان هتعمل لك اللازم، هتعمل يعني احنا عامه البيج بتاع حضرتك على الشاشه معروض دلوقتي عشان التواصل ومن معاكي، غير يعني من غير اي يعني، حتى في بنات بيعملوا لنفسهم مفيش مشكله، انا مش يعني، بس اسالي وخليكي فاهمه كويس جدا انه مش اي ميك اب بيبقى ينفع للعروسه الخروج غير الزفاف او العروسه يعني ولا يعني هتستحمل بقى الناس تسلم عليها وتستحمل الحر والفوتو سيشن والكلام ده كله، ده كله ليه خطوات ثابته ولازم نعملها علشان تفضلي ثابته وتفضلي شكلك حلو مهما عرقتي مهما حصل. في حاجات بقى احنا اللي هي اللي بنستخدمها البروفيشنال تبقى غير اللي البنت بتستخدمها في البيت. طبعا في فرق. طب قولي لنا بقى احدث الالوان الموضه لسنه 2020 في الميك اب. احدث الموضه او الاشكال هي ممكن ما تبقاش الوان قد ما يبقى تكنيك، يعني احنا زمان كنا بنرسم الحاجب ونعمل يعني دلوقتي مثلا اللي طالع موضه الماسكارا الشفافه دي، وتسرحي حواجبك، يعني لو انت ما عندكيش فراغات في حواجبك مش لازم ترسميها الا لو عندك مثلا فراغ باين او حاجه. ده الموضه، الموضه دلوقتي ان احنا مثلا بنبتعد شويه عن الميك اب التقيل الكيكي، لا احنا عايزين حاجه تبقى شكلها فريش وشكلها حلو وفي نفس لكن الوقت، لكن مفيش الوان بتطلع موضه في لا في الحاجات دلوقتي اللي هي اللي فيها لمعه شويه يعني اللي فيها لمعه شويه، يعني مثلا هايلايتر برضو بقى مهم جدا دلوقتي سيفون. طبعا احنا بنحط هايلايتر تحس ان في جلو للبشره كده، بس الناس الشاطرين اللي زيك بيقدروا يغيروا الملامح، يعني بتكون في ست بتخلوها حاجه تانية خالص. لا يعني لا بالعكس، ده حاجه يعني يعني انا بحب دايما ان البنت تظهر بشخصيتها بالظبط كده، يعني ما تبقاش بني ادم تاني. يعني كل ما كنت بسيطه ورقيقه كل ما كان احلى بكتير وشكلك يبقى احلى ونضر اكتر. احنا دلوقتي هتحط بس مثلا روج حاجه بسيطه جدا، دي بنوته خارجه الصبح، مش هنقول مثلا ان انا نازله السوق، مش نازله تتسوق يعني بالزبط. لا نازله رايحه مناسبه صباحيه او رايحه مثلا شغل عندها انترفيو يعني مثلا مقابله مهمه حاجه مهمه يعني. عشان ايه؟ طيب. عشان تبقى شكلها حلو، بس حاجة بسيطة جدا. احنا على فكرة عارفين ان انتي برضو بتعملي ميك اب لنجوم وناس معروفة، فهنعرض الصور على الصفحة على الشاشة دلوقتي. اتفضلي. دي رندا البحيري، حضرتك اشتغلتي رندا البحيري؟ ما اشتغلنا مع بعض يعني جميلة. لا وما شاء الله يعني عاملة شغل كويس جدا. هي جميلة بصراحة، وعلى المستوى الشخصي بني ادمه محبوبه وجميله ومتواضعه، من الناس بصراحه اللي انا انبسطت بالشغل معاهم. الصور على الشاشه اهي بنعرضها. الحاجات دي عرايسي. شغلك بجد جميل جدا ان شاء الله. ربنا يخليك، ميرسي من ذوقك. انا طبعا مش عارف اتكلم معاكي براحتي لان الموضوع برضو بالنسبه لي كراجل مش عارف اخد راحتي شويه. اكيد بنجتهد يعني. هنحط بس الليب جلوس شويه، الجلوس بيدي برضو ايه مظهر فريش كده. الجلوسات طالعه موضه كمان قوي. طب كويس. يعني طالعه موضه قوي قوي للبنات، وممكن كمان من غير روج، يعني على لون شفايفها كده الطبيعي تحط شويه جلوس هتبقى حلوه قوي. طبعا مش فاهم بس هو قد ايه هو كان حلو. كشكل حلو بصراحه يعني. هي جميله بصي. ممكن نحط. طب وبرده جالي سؤال اللي هو ازاي تزيلي الميك اب. لازم بقى بعد ما احنا عملنا كل القصه دي لازم نعمل حاجه مهمه جدا، اما اروح البيت مسيبش حاجه على وشي. اعمل ايه بقى؟ امسك الغسول بتاع البشره، اول حاجه اشيله بملك او باي حاجه بتزيل، او وايبس مثلا
اي حاجه بتزيل الميك اب، وبعد كده بغسول ادخل على الحمام اغسل وشي كويس جدا جدا جدا، وبعد كده تونر اقفل المسام بتاعه البشره، لان الميك اب مهما كان كويس مهما كان براند غالي ومهما كان اي حاجه من الكلام ده كله بيأذي البشره، فانا مش عايزاه غير في وقت ما انا محتاجاه، مش عايزاه غير وقت ما انا محتاجاه، غير طيب. كده انا مش محتاجه الميك اب في البيت، فلازم اول ما اروح اشيله، ولازم قبل ما انام لازم اشيل الميك اب. اوعي تنامي بالميك اب، لو نمتي بالميك اب هتكبري يعني مضر البشره جدا طبعا، هتكبري فوق سنك 10 سنين في سنه. واو. طب انت اخر حاجه ممكن تنصحي بيها البنات تعملها ايه؟ خليكي انت وخليكي بسيطه وخليكي بسيطه وخليكي البنوته الجميله اللي يا دوبك حاطه بلاشر. في حاجات يعني حاول تعملها في الصيف، عشان طبعا الصيف غير الشتاء. طبعا تشرب ميه كتير جدا، ده اهم حاجه، لان البشره لو مش مترطب الجسم من جوه البشره بيبان عليها جدا. ميه كتير جدا جدا جدا، وطول ما انت قاعده اعملي ماسكات، مش بنقول جيبي ماسكات من الستورز او الحاجات ديت، لا اعملي ماسكات في البيت، زبادي وخيار عسل ولبن، الحاجات ديت دي مفيده للبشره جدا، وبترطب البشره، بتخلي البشره شكلها صحي، وفي نفس الوقت مش هتبقي محتاجه الميك اب. بس عجبني فيك الحته دي، ان يعني مع ان ده تخصصك وده شغلك، بس لا بس انا العادي ميك اب على قد ما بحطش يعني يقللوا على قد ما اللي يقدر. يعرفوني عارفين ان انا ما بحطش ميك اب، فعلشان كده دايما الحمد لله بشرتي حلوه، ويوم ما بحتاج لها بلاقيها، يعني يا دوبك مثلا بلاشر خلاص الموضوع انتهى. لو رايحه فرح حتى يعني ممكن اخري يبقى مثلا ماسكاره او روج، الحاجات الاساسيه يعني. فدايما خليكي بتتعاملي مع بشرتك بلطف عشان هي تبقى جميله وحلوه، اعتبريها زي البيبي، تعاملي مع البيبي ده بلطف وحنيه وطبطبه، هتبقى احلى حاجه ممكن. بس مش بكتر الميك اب ولا لا خالص طبعا، لا طبعا خلاص كده خلاص كده. طب الكاميرا على الموديل بوسي كده خبيره التجميل ماي مكلت خلصت. لا ما شاء الله يعني شغلك تحفه، وبجد انت نورتينا وشرفتينا. ميرسي ليك. طبعا احنا حطينا عنوان حضرتك والبيج بتاعتك، عشان لو الناس عايزه تسال على اي حاجه أكيد. وتستفسر منك على اي حاجه هيتابعوكي طبعا. وانت لو حابه تضيفي حاجه او تنصحي اي نصيحه للبنات معاكي يعني. احنا بس زي ما انا قلت، البنات تبقى بنوته جميله كده ورقيقه وما تبقاش مقفره، اهم حاجه الصبح ده انا ممكن اشوف مثلا واحده حاطه كيلو ميك اب، فالواحد ما بيبقاش متقبل ال ما انا نفسي اتخضيت لما شفت كميه الحاجات اللي مش كل ده هنحطه يعني مجد. وبعدين ممكن احط كل ده وما يبانش يعني برضو في تكنيك يعني، ممكن نعمل لعروسه كل ده تبقى اجنبيه وملامحها بسيطه جدا، ونحط كل حاجه وفي الاخر ما فيش حاجه تبان. حسب برضو اكيد كل واحده ليها ملامحها وليها وشها اللي يمشي معاها، مش اي حاجه أكيد. تمشي معاها اكيد اكيد. تشرفتونا النهارده وانا سعيد جدا بوجودكم، يعني بجد شغلك تحفه، وزي ما قلت لاعزائي المشاهدين يتابعوكي على الصفحه بتاعتك، واي استفسارات او اي اسئله هم موجوده وهترد عليكم. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده، واشوفكم يوم الثلاث القادم في برنامج هاشتاج مع محمد غانم، كل يوم ثلاث من الساعه 2 للساعه 3.